عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن فخره باختيار معالي عمر العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في قائمة 100 تايم نيكست. وكتب سموه عبر منصة إكس: نفخر في دولة الإمارات باختيار عمر العلماء في قائمة تايم 100 نيكست، والتي تضم أهم المؤثرين من الشباب حول العالم والذين كان لهم دور بارز في التأثير الإيجابي في مجتمعاتهم. فخورين باختياره في قوائم التايم العالمية.